خليني أروح لهذه المداخلة، وأنا عارفة أنه صعب عليها أيضا، ولكن هي هيكون عندها كلام كتير. الفنانة الجميلة المبدعة ليلى علوي، مساء الخير يا ليلى. مساء الخير حبيبتي، البقاء لله. بقاء لله، يوم حزين ووجع للقلوب. أوي 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 أوي، الله يرحمه ويحسن إليه ويعفو عنه. يعني بجد هشام من الناس طبعا، يعني مش هقول أكتر من اللي اتقال، لكن أنا كل عشرة شفتها مع هشام كانت محترمة وراقية وطيبة وخلوقة، وابن أصول بجد حقيقي. ابن ناس بجد، ابن أصول بجد، مش كلمة وكده، في كل حاجة. مش قادرة أفتكر موقف وحش، حاجة ما كانش ليه حق فيها. لا 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 لا، متفاهم بكل الأشياء وبيراعي كل الناس، وروح جميلة طيبة. وعملتوا حاجات كتير حلوة مع بعض. جدا 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 يعني، وكان متعاون جدا معايا في محلبية. يعني بصراحة يعني الهجامة عملنا شغل حلو جدا مع بعض، أكتر من عمل. مش قادرة أقول غير إن ربنا رحمته واسعة، وأكيد ربنا بيكتب الخير مهما كنا إحنا بنتعب أو بنزعل أو بيصعب علينا الفراق، لكن أكيد في الآخر ربنا بيكتب الخير. أكيد. الحمد لله على كل شيء. بعزي نفسنا، بعزي أسرته جدا وولاده وكل زملائه وكل جمهوره طبعا. إحنا كمان بنعزي، وربنا يا رب يا رب يرحم كل أمواتنا ويشفي كل مريض يا رب يا رب يا رب. كلمات أكيد كلها يعني بيبقى صعب جدا إن إحنا نقدم رثاء في ناس عزيزة ومشوار عظيم وتنوع ولطف ورقة. يعني مهما قلنا عن هشام سليم لأنه في حقه، وده اللي إحنا بنقوله. يعني الله يرحمه. بشكرك جدا الفنانة الجميلة ليلى علوي. أنا عارفة إن الوقت صعب، بس أنا هفكر حضراتكم هنا في التاسعة. من شهور أعلن الفنان هشام سليم بنفسه إنه يعني إنه مريض بمرض السرطان. أنا عارفة إنه في اليوم ده كلنا انزعجنا، وإحنا هنا في التاسعة كنا بنحاول نتصل بيه ونكلمه ونحاول إن إحنا نوصل له بأي طريقة، لكن هو أعلن هذا الخبر وأغلق تليفوناته، ويبدو إن هو قرر إنه يواجه المرض بنفسه ويحاول مع هذا المرض اللعين. الغريب انه كمان كان في وقت كورونا هشام كان بيحاول يقدم توعيه للناس، وسجل بصوته حاجات في التوعيه وقال للناس انه دي ازمه وهتعدي وان هي لازم نقدر عليها ونحاول. هو دايما شخص كان بيحاول يشحن الناس بطاقه ايجابيه قد ما يقدر، وكان دايما ايضا في احاديثه يقول بانه السرطان يعني او مرض السرطان اقل بكثير من الكورونا اللي اخذت احباء لينا. لكن يعني مش عايزه اقول في عزله، ولكن هو فضل انه لا يؤلم اي احد، وانه يحاول يواجه هذا المرض وحيدا بعيدا، علشان هو تعود انه دايما يظهر للناس باعمال. هشام سليم كان دايما يحب وجوده يبقى من خلال اعماله، مش من خلال اي حاجه تانية غير اعماله الفنيه. حتى وان كان ثائرا بعض الوقت، كان ثائرا دائما للحق. ده هشام سليم.